Hey everybody, this is John with HookahJohn.com. This is going to be a really different video. There's not a huge point to this other than every once in a while I get these comments that say, John, can you do it for your video in Arabic? We want to hear it. It's usually people from overseas in Arabic speaking countries. So I wanted to do this. I was going to do subtitles, but I really don't know how to do subtitles, and I don't think the automatic translation is going to work. So what I'm going to try to do is go back and forth between the two. All right, so I'm going to welcome my Arabic friends in Arabic and tell them a little bit about myself. All right, here we go. How do I even start this? Okay, ahla wa sahla bil jamhur al arabiya, if that makes any sense. I just said welcome Arabic fans. How about that? Okay, so انتوا اللي عم تسمعوا هلا وعم تفهموا علي بالعربي راح تعرفوا انه العربي تبعي مش 100%، اللهجه من لبنان بس انا مش خلقان بلبنان ولا درست شيء بلبنان، so اللهجه تبعي راح يكون مكسر شوي او بركي مش راح تفهمه بس راح جرب قد ما فيي. اوكي، so انا هوكا جون، اذا سامعين فيي هوكا جون يعني هوكا ارجيلي بالانجليزي وجون اسمي. Okay, بتقولوا هوكا حنا إذا بدكم بلبنان بس مش ضروري. Okay, so give a little intro, told them about myself. Here we go into the hookah that I'm making right here. So نحن هون مش بس منبيع كل شيء أرجيل، منصنع أرجيل. هيدي الأجدة أرجيل اللي عملت، هيدي اسمها السأوكا هوكا. Okay, هيدي عملناها هون بأمريكا، وهذا الاسم اللي حطينا، وتشوفوا أنا حطيت show the Lebanese cedar, and I have عندي زيز قديم اللي كان عندي ما استعملته صار لي سنين ما استعملته بس حطيت على هيدي لان اوكي احسن زيز اللي عندي. هلا بدي افرجيكم كمان الوير هاوس اللي عندنا. I'm gonna take everyone on a little warehouse tour. So I'm gonna talk very quickly because I don't want this video to go on forever. بدي احكي كثير بس سريع لحتى ما نطول الفيديو كليب. هيدا الوير هاوس تبعنا الديبو شو بيسموه المستودع مش المستودع نسيت الكلمه للوير هاوس بس هون بنعمل هون في عندنا كل القطعه تبع الاراجيل اللي بنعمل اوكي. هذا معمولين بألومنيوم هون بأمريكا. Okay, so I showed them a little bit about the Saoka Hookah parts. And here, بفرجيكم الروس اللي نحن نصنع هون بأمريكا كمان. بفرجيكم الروس. هذا واحد منهم، هودي معمولين بالإيد بفخار معمول بأمريكا. Alright, American clay handmade bowls. هيدا اسمه راس هارموني بول. راس الهارموني ما في يقلك شو معناتها هارموني بالعربي لان ما بعرف شو معناتها الكلمه بالعربي او الكلمه للهارموني بالعربي بركي انتو فيكم تحطوا بالكومنتس. اوكي في عندنا ثاني بول كمان هيدي بنسميها سميناها I'm gonna tell them about the 80 feet bowl which is gonna be great because 80 feet is a curse word in Arabic so we're gonna go through this. هيدي بنسميها ال 80 feet bowl. اوكي من وين اجت هالكلمه كنا بنعمل الهارموني بس اصغر بس كان بدنا اسم للهارموني. So صديقي هون بالوير هاوس بده يخبرني قصه، عم بيسالني سؤال، قال شو 40 قدم مع 40 قدم؟ قلت له حل عني ما بدي اسمع منك هلا، بدنا نعرف اسم، قال شو 40 قدم مع 40 قدم؟ قلت له لك حل عني شو 80 قدم، بس بالانجليزي 80 قدم يعني 80 feet، هي كانت نكته لحتى كلمه هي بتطلع مثل مسبه بالعربي. إذا فهمتوا علي عال ما تاخذوني، إذا ما فهمتوا علي اسأل حدا غيري، أوكي؟ لأن مسبب بالعربي بس زبطت، الناس الأمريكان كثير بيحبوا الـ 80 feet bowl. So how they. Okay, so I'm getting back and forth, I'm getting a little flustered trying to explain the whole story of the 80 feet bowl. You guys have heard the story before. Someone asked me, well, 40 feet plus 40 feet means 80 feet. We came up with the name, simple as that. Okay, show these boxes, honey. هذا الصناديق كلهم مصنعين رايحين على كل بلدان العالم، هذا رايحين على فرنسا، في عنا رايحين على المانيا، في عنا رايحين على روسيا. So I'm telling about how we send bowls to France, Germany, Russia, والبرازيل كمان. Okay, هون بدي افرجيكم شيء وين بنشتغل، ليك هودا نحن بنحب ال هلا بركي إذا أنت ساكن ببلد عربي وما في أنت بتستعملوا لنقول ملقط تونجز مش رح تصرفوا هالمصاري، فكروا فيها، هيدي بتكلف هون 40 دولار بامريكا، بس ليش؟ لان كلها معموله بالايد، بياخذوا الحديد بيسخنوا الحديد وبيدقون بشاكوش وما بعرف كيف كلام كلمه كمان، هيدي البوكر، هيدي بتشق الالومنيوم اوكي، ما تاخذوني، العربي كثير صعبه علي، مش كثير، بس يلا، هل أول مرة مسجل شيء بالعربي وأول مرة بحكي
هلا سريع بالعربي. اوكي هون الديبو تبعنا الويرهاوس. بفرجيكم صناديق للارجيل اللي بنستعمل. بفرجيكم نوع الفحم اللي بنستعمل. This is our brand of coals. التيتانيوم. في عندك الفلاتس. في عندك الكيوبز المربعين. في عندك الكيوبتس المربعين بس اصغر. اوكي ما بعرف اللي مفرجيكم هلا بركي. انا حابب اعمل شيء لسليكم بس ما بعرف اذا مسليكم هلا. ما بعرف اذا بتزبط معنا بس خليكم معي. هون الديبو كمان في عندنا لفرجيكم قديش في عندنا فحم هون. بلبنان بركي في فحم اكثر من كل امريكا لان انتم بتارجلوا اكثر من الامريكان. وبالنسبه لبلد اصغر قد 1% تبع كل امريكا كثير عجبتوني بلبنان. اوكي anyhow so هاي هي الوير هاوس. وخلص شو بدي لكم كمان شو بعمل كل يوم. اوكي سو في عندنا مباسن في عندنا شلاعات ولاعات شو بتسميهم. اوكي مين كمان عندي؟ اذا انت بالاردن عم تفهم علي ما بعرف قلي. اذا انت من العراق عم تفهم علي ما بعرف. So I'm asking people from different countries how they're understanding me if they are. Okay, let's go to Regal Hookahs. هيدي الشركة أمريكانية بيعملوا أراجيل من الخشب والحديد. ومش رح فكها هيدي لفرجيك إياها بس example. واحد أمريكاني حاطط أراجيل. هون بأمريكا نحن بنصنع أراجيل كمان مش بس بالمصر مش بس بالسورية. Okay, well that's it. Tobacco. Tobacco أمريكاني. هذه اسمها ترايفكتا. انتو ما عندكم ترايفكتا لنقول بسوريا بس شركة امريكانية بيعملوا كتير مرتب. بالنسبة شو عندكم؟ عندكم المزايا وعندكم الفاخر والنخلة. هذا اهم براندز لنقول بالشرق الاوسط وكله مناح هودي. بس نحن كمان هون بنعمل بامريكا. Okay running out of breath here. Tell them a little bit about American tobaccos. بس نحن كمان عنا المعسل العربي like الفاخر. أنا كتير بحب الفاخر. بيني بينكم بركي واحد من الأحسن معسل بكل العالم الفاخر. كمان عندنا شركة أمريكانية تانجيرز. تانجيرز it's black tobacco أسود. حتى هو بيهون عليها غولف ستايل ما بعرف ليش بس حاطت عليها هي شغل مثل ستايل الخليج. Okay let's go let's go let's go what else. هاي هي الويرهاوس. مش رح فرجيكم اكتر من هيك. بدي ارجع على الديسك تبعي. I'm gonna get back to my desk. فرجيكم شو بحب اعمل اكتر شي هوني. Oh by the way how they معمولين made in Germany. معمولين بألمانيا. وهلا فرجيكم الأراجيل بعنا معمولين بألمانيا. اذا مش شايفين how they ميجز made in Germany معمولين بألمانيا. اوكي كمان هادي معمولة بأمريكا. هادي الساوكا هوكا تبعي بيصنعناها هون بكاليفورنيا. Alright that's it. So ان شاء الله بسطتوا بهالقصة. انا ما بعرف اذا عملت شي خرجكم اذا احترمتوا على الفيديو كليب تبع HookahJohn بأمريكا. I don't know if they liked it. I'm just asking. So اكتبوا اذا بدكم بس ما تكتبوا بالعربي. اذا بدكم بعمل translate على جوجل بس انا رح ارجع على شغلي وارجل. وهيدي الفيديو كليب كمال كلكم بدول العرب. هو اذا انتم بتحكوا عربي وساكنين بغير بالغرب بغير بلاد استراليا وكندا وامريكا اهلا وسهلا فيكم. اذا بتجوا لهون على امريكا زورونا شرفوا اهلا وسهلا. وثانك يو فور واتشينج. Alright that was it. So what I was gonna say I welcome them if they're ever in the area stop by. This is what we do here. Thank you for watching. Hope you like it. Bye.